نهاركم سعيد مشاهدينا. لليوم الاثنين 16 او 18 كانون الثاني 2016 ما قبل الاتفاق النووي ليس كما بعده، وإيران المطوقة اقتصاديا وعسكريا لسنوات ستخرق اقتصاد العالم عبر إعلانها الحاجة إلى استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار، ترفع معدل نمو اقتصادها إلى 8% في العام 2016. كلمة قليلة لخص من خلالها الرئيس حسن روحاني وضع بلاده الاقتصادي وجعلها قبلة أعين الدول الغربية التي ستتهافت إلى السوق الإيرانية، فاتحة معها أبواب التفاوض على الشؤون الدولية الكبرى التي تبدأ بسوريا والعراق ولا تنتهي مع الملف اللبناني. وفيما تلعب إيران على وتر التسابق على سوقها المغلق منذ سنوات، يتخبط لبنان تحت وطأة ضغوط غربية على المصارف وتحويلاتها ومعاملاتها تحت غطاء تبييض الأموال ووصولا إلى مكافحة الإرهاب. تزامنا بالأمس تصدر سؤالان المشهد السياسي والأمني اللبناني، هل فعلا كشفت الجهات الأمنية مخططا لاستهداف طائرة أير فرانس في مطار رفيق الحريري الدولي، والثاني الانعكاسات لما قاله ميشيل سماحة أو للاعترافات التي رأيناها بالصوت والصورة، وهذه المرة ليست يعني بشكل خفي وإنما الاعترافات أمام فرع المعلومات شعبة المعلومات عندما تم التحقيق معه. نهارك سعيد الصحافي في صحيفة النهار علي حميدي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. موضوع ميشيل سماحة بعده أخذ الوهجة وإذا بدك الضجة على المشهد السياسي اللبناني، ما بعرف إذا هي ضجة بتنتهي بهذا يعني بتنتهي إلى هذا الحد، لأنه البعض يقول بأنه انتهى دور ميشيل سماحة في الحياة السياسية اللبنانية، أم برأيك أنه ممكن يكون في لها ارتدادات أكثر وانعكاسات أكثر؟ موضوع المطار مثل ما حكينا اليوم في مؤتمر صحفي للدكتور سمير جعجع، أين أصبح التسوية؟ هل كان هناك فعلا لقاء بين النائب سليمان فرنجية والرئيس الحريري؟ وإذا نعم شو كانت يعني إذا إلى ماذا يدل هذا؟ خلينا أخذ حال الطرقات وبنبلش دغري حديثنا. اليوم كما هو معروف في شتاء كتير، ولكن هيدا لهلأ بعده ما انعكس على حالة السير، ما هيك؟ أنا مع الإدعاج أنا وجاي لعندكم السير كان منيح. الفوتي على بيروت صعب شوي بس مش كتير. اليوم غريب على العموم، يعني يبدو انه ما انعكس على عجقة السير، فاذا الطريق طبيعي بجونية باتجاه صربا وايضا باتجاه الشمال. ما بعرف من الجنوب كيف بيكون مدخل الجنوبي لبيروت، المدخل الجنوبي هلا منشوف. الدورة مريحة جدا. اي كارنتينا ايضا ما فيها مشكلة. اوكي اذا ان شاء الله حلو ايضا مريح. لا دخلت بيروت مريحه، انت قصدك من طريق المطار. اوكي انا عم بحكي المدخل الجنوبي يمكن يكون في عليها عجقه. سيسلين ايضا فيها حركه دون عجقه سير. ايضا الحمراء عاديه حركتها مثل العاده، في نشاط دون عجقه سير. هيدي طريق المطار مش قادرين نحدد بالضبط شو قصتها، عم تهتز الكاميرا كتير بس في إلى أيام. الهواء شفت الهواء قدي قوي؟ الهواء كان كتير قوي ليلة مبارح، بعتقد مش عجقة يعني أكتر من العادة. إذن وصيدة مريحة. برجع برحب فيك الصحافي علي حميدة. خليني أبدأ من قضية ميشيل سماحة، المتهم المطلق سراحه ميشيل سماحة. برأيك هل خروج ميشيل سماحة أخذ ضجة كبيرة، ولكن هذه الضجة ستنتهي مفاعيلها عند هذه الحدود لأنه عمليا انتهت ورقة ميشيل سماحة، انتهى هو كشخص سياسي، أم برأيك لا دليلتها كتير أبعد من هيك على في العمق السياسي اللبناني؟ لا هي إلا دلالات، ما في شك أنه إذا أخذت موضوع هل انتهى دوره أم لم ينتهي، لأنه هو لما ظهر صرح أنه هو عائد وسوف يمارس العمل السياسي، أنا بتقدير انتهى سياسيا قد ما حاول ومجرد من حقوقه المدنية فما في لا يترشح ولا ومش بس هيك، وحتى لأنه هذه يعني من المرات النادرة
اللي يعني في جرم مشهود، وخصوصا اللي أشرت له بمطلع حديثك اللي هو الاعترافات الجديدة اللي لأول مرة بشوفها الناس. حنرجع نشوفها سوا هلا. تماما، اللي لأول مرة واللي هي طويلة. أنا بدي بس خبرك شغلة، التقيت بالله يرحمه وسام الحسن قبل ما رجع على بيروت قبل اغتياله بنهارين، نهار كنا بباريس سوا. نعم، وآخر ليلة يعني كنا سوا، آخر ليلتين حتى كنا سوا. عشية اغتياله هو رجع هو كان رجع قتل تاني نهار. ويومتها بتذكر ما بنساها، بيقول وسام الله يرحمه انه عنده الاف الساعات من التسجيلات، بده كذا سنه للتفريغ والتحليل، كان صار له فتره طويله عم يسجل. اذا يعني في ماده كبيره، هذا اللي بحب يعني انه انت يمكن بتعرفيها بس يمكن المشاهدين مش كلهم بيعرفوا. يعني بعض التسريبات قالت انه ميشيل سماحه كان يسجل للكل، يبدو انه حتى في عنده مكالمات شخصيه يعني بعيده عن السياسه. في شيء بس هيدا لانه هو حكي يعني بيسجل لكل الناس اللي بيحكي معهم تقريبا، هن حكيين لانه هن حطوا له تنصت على بالسياره وحطوا له على اجهزه الهاتف عنده، ففي الاف عشرات الاف الساعات يعني فيها شغل. الشيء الشخصي طبعا هذا رح يوضع على جنب لانه في امور شخصيه. لا قصدي انا للدلاله على قد ايه كان يسجل، لانه يعني الكل عندهم امور شخصيه يعني اذا بتفوتي فيها. لا اكيد كله بيفوت ببعضه بالبلد. بكل الاحوال ما في شك انه حتى لاحظي انه هو اعترافاته واضحه، الشيء اللي حكيه واضح. بكل الأحوال أنا اللي بحب أقوله أنه هي قضية كبيرة بمفاعيلها ستنتهي، يعني أنا بتقديري أنه ما رح تنتهي إلا ما يتعدل المشهد القضائي، يعني بده يصير شيء على صعيد المحكمة العسكرية. فيما يتعلق بإمكانية يعني رجعنا بعض المرجعيات القانونية ولا سيما منهم البروفيسور نجار اللي بيقول أنه في قانونا يجوز إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، بترجع تقلع القصة من المجلس العدلي. يعني هذا صار موضوع قانوني وموضوع بده يتعالج سلميا، ما فيك تعملي أكثر من هيك. خليني نرجع نسمع أنا وحضرتك اعترافاته ولكن أمام التحقيق. يعني هون ما في بقى لبس بأنه كان مغدور أو أنه كان مستدرج، هون في حدا عم يعترف قدام الكاميرا. البعض يعني اللي شافوا في اجماع بانه ما في علامات تعذيب، ما في علامات ضغط. لا كان في محلات يمكن ما بعرف، انا سامع يعني هذه ما بعرف انه في محلات هو هو عم بيعترف صار يبكي نادما، مش يبكي على ندم انه لحظة انا تخلي. لحظه تخلي وهذا انه زعلان من حاله بخلال التسجيل. خلينا نرجع نشوفها سوا. على الشام شفت عدنان قال لي بكره بكونوا جاهزين ستة، احنا اليوم ستة تسعة، نحن فريقين تلاتة سبعة وربعة ثمانية يوم خمسة تسعة، وكان برفقتي وبصير برفقتي سائقي بسيارة تانية، سائقي مدعو فارس بركات من اي فلوس؟ من عنا مطلع سيارة مرسيدس. سيارة مرسيدس ايه بس شو؟ 500 نعم لون اسود. شفتوا العنوان؟ ايه. وتاني يوم اجى اخذ السيارة وجبتهم ورتبها حط الخيط بالعقيد عدنا مفلح الظاهر وأخبرني أن جميع الاحتياجات. لا ما مش جميع، قال لي الاحتياجات جاهزة. هلا الفرودة مثلا ما كانوا مأمنين من الواحد، يعني ما بعرف
بالتفصيل بين المطلوب واللي تأمن إذا في ناقص شيء ما بعرف يعني المطلوب دائما خليني يكون كثير دقيق تأمين بعض البضاعة يعني أكثر البضاعة أكثر الاحتياجات. إذا يتحدث سماحة عن كيف استلم البضاعة والاحتياجات اللي هي المتفجرات وكيف التقى بعدنان يروي التفاصيل صوت وصورة دون غدر. يعني في جرم مشهود وفي اعتراف واضح يعني وبالتالي بالصوت وصورة واضح مبين انه مرتاح يعني منه مضغوط مبين. نحن اليوم قدام واقعة شخص معترف بالصوت والصورة بعدة أماكن يعني قدام التحقيق وبأثناء التخطيط بالصوت والصورة لهكذا جريمة موصوفة موثقة تندرج ضمن يعني الجرائم الإرهابية لأنها تستهدف مدنيين وشخصيات. هذا الشخص عندما خرج بعد 3 سنوات ونيف من التوقيف خرج ليقول أنا أولا لم يتلو فعل ندامي هذا كان واضحا جدا. خرج ليقول سأمارس عملي السياسي في مقابلته أو في مواجهته مع الصحفيين تهجم على قناة الام تي في وعلى الزميل جورج عيد قائلا له أنا بجاوبك حتى على أسئلتك صحيح. لأنه أنتم ما بتتغيروا على يعني بمطرح الصحافة هي الغلطانة أنه عم تسأل مجرم مدان على الأقل شعبيا وجماهيريا بالصوت وقانونا والصورة مدان. ما صدر حكم صدر لا هو صدر الحكم الأول الأول اللي تم استئنافه تمييزه تم تمييزه هذا هو. نحن قدام شخص عم بيقول انه ما عم بتلي فعل ندامي انا بدي استمر بعملي السياسي وينظر بانه في خطر اخر داعشي انا من الناس اللي عم يتصدوا له. هيدي خلاصة مقابلته الأولى او ظهوره الأول. الاستنتاج السياسي من هكذا مشهد انه في شخص بعد كل اللي صار قادر يحكي بهذه الطريقه ويبدو انه في جهات سياسيه ما عم تستنكر هذا الموضوع. الاستنتاج السياسي شو هو؟ يمكن تعيين ذلك في اطار الاصطفاف السياسي ومحاوله الدخول وعبر الاصطفافات والانقسامات السياسيه. يعني بيقدر بكرة يطلع إذا في قرار سياسي ورح نشوفه على كل مش بعد زمن بعيد إذا في قرار سياسي من جهة من فريق خلينا نقول فريق 8 آذار بإعادة تظهير وتلميع صورة ميشيل سماحة بيطلع على الإعلام بينعمل له بوليش طويل عريض إنه هذا في إطار المواجهة الكبرى مواجهة المحور الممانعة ضد محور الصهيوني الأمريكي المدري شو اللي فيك تسميه اللي بدك إيه وبهذا الإطار ممكن يقدروا يشتغلوا. هلا موضوع ميشيل سماحة صعب لأنه إيه يعني منه هين يعني فيك تلمعي وتعمل اصطفاف جماهيري وراه وتقول انه هذا مناضل وهذا وطني وهذا قومي وهذا قومي عربي بدك ايه. لكن في هيدي هالقصة موضوع انه فعلا وضع قصته هي سابقة بتاريخ الارهاب السياسي في لبنان اللي هي جرم مشهود واعتراف صريح وكامل ومسجل وموثق. فهو بس استردت له بعدين. نعم بسألك هلا بهذه اللحظة ماذا يعني انه يخرج بالضبط ما دلالات هذا انت قلتي ما دلالات هذا يعني تفسير خروج ميشيل سماحة هل هو تفسير قضائي بحت ويتبناه الكثير من يعني من المختصين بالشأن القضائي بانه هيدا فعلا شيء قانوني 100% الذي حصل خفض الحكم من 10 إلى 5 سنين سنوات السجنية هل أدى عددها حقيقة نعم يحق له بأنه يخلى سبيله وأن يستدعى إلى التحقيق وهو مخلى السبيل هذا شيء قضائي لا ريب عليه لا لبس فيه. بالمقابل في رأي تاني بيقول لا هذا حكم سياسي نقطة على السطر. أي من النظريتين بتتبنى؟ لا أنا أتبنى أنه في شيء في قطبة مخفية في شيء واضح أنه انشغل على لإخراج ميشيل سماحة بهذه اللحظة بلحظة غير متوقعة. هذه لحظة اشتباك سياسي اشتباك على صعيد المنطقة لكن بالوقت نفسه ما في اشتباك سياسي داخلي إلا على الصعيد الرئاسي.
فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك علامات استفهام حتى على موضوع المحكمة العسكرية. كل المراجع القانونية تقول بأنه المشكلة في المحكمة العسكرية مش هي الأحكام فقط، وهذه مش أول حكم عليه إشكالية، في إشكاليات أخرى بأربع خمسة ست حالات أخرى تتعلق بأنه القضاة عادة هني خمسة، بالتمييز هني خمسة، أربع ضباط وقاض. الأربعة ليست لديهم خبرات قانونية، يعني غير مؤهلين لكي يكونوا بمحكمة التمييز، بمحكمة بهذا، بمحكمة رفيعة بهذا المستوى، ما عندهم القدرات التقنية والقدرات الأكاديمية والقدرات كممارسة مهنة القضاء، ما عدا القاضي اللي هو رئيس الهيئة هو الوحيد اللي بيكون عنده هذه القدرات. وبالتالي في شكوك تتعلق أولا بكيفية ممارسة هالممارسة. في معلومات أنا ما بقدر، يعني أنا أميل إليها لكنني لا أستطيع، ما بملك بإيدي شيء واضح، هي أنه انشغل اللعب أولا فيما يتعلق بتعيينات مؤخرا، بتعيينات تم تبديل اثنين من الأعضاء وانشغل، وربما انشغل على اثنين. سمعت أنا اثنين، هلأ ممكن يكون ثلاثة ما بعرف، بس أنا اللي سمعت أنه في اثنين، وبالتالي هذا أثر على كل وضع المحكمة. ميشيل سماحة واضح أنه أول تصريح حقيقي لتغطية هذا الأمر جاء من حزب الله، جاء من الحاج محمد رعد اللي قال هذه كيدية ونكدية. لم يدافع عن ميشيل سماحة، دافع عن المحكمة العسكرية، عن المحكمة القضائية، دافع عن القرار بالقول أنه موقفكم كيدي، من باب الكيدية ومن باب النكد السياسي، مظبوط؟ نعم. ودافع وخلال يعني أقل من نص ساعة بعد صدور القرار، يعني كان سبق يعني تقريبا إجا مع الإدانات الأخرى لمعاكسة هذه الإدانات. تقديري أنه هيدي أولا بتوتر الجو، ما بتوتر يعني ما بتوصل إلى أنه الشارع يعني يصير في لخبطة بالشارع أو ضرب لاستقرار أو التهدئة الموجودة بالشارع، لكنها سوف تلقي بظلال كثيفة وقاسية جدا على كل الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة العسكرية من الآن فصاعدا، يعني أصبحت في دائرة الشك، وهيدي مشكلة. تعرفي أنت القضاء لما بيصير بدائرة الشك بيصير مشكلة، بيصير مشكلة إذا برا مشكلة. المحكمة العسكرية منذ فترة عندها مشكلة تتعلق بأنه فريق 14 أزار عنده مشكلة مع، نعم خليني أحطها هيك، أكيد الفريق الآخر من البلد ما عنده مشكلة. الفريق الآخر حسب مع المحكمة العسكرية، لا حسب لما إذا لبتهم ولا ما لبتهم، يعني مثلا بموضوع سامر حنا وقاتل سامر حنا واضح إنه انشغلت بالسياسي، وإنه تم إخراج قاتل ضابط بطريقة يعني منا معقولة، وصار في حدث. بس بالمطلق يعني واضح إنه المحكمة العسكرية هي يعني بتقدوها كتير فريق 14 أذار، ولكن حازة على رضا 8 أذار، في شعور أنها بمكان ما، مش بشكل عام لكن إنه بكتير من القضايا تخضع لتأثير ولنفوذ الفريق الآخر. خلينا ناخذ خلاصة اللي عم نقوله. عم بتقول أنه فريق الرابع عشر من أذار كان عنده موقف موحد بهذه القصة، بقصة ميشيل سماحة، أولا أنه قرار سياسي، وأنه استباحة القضاء بهذا الشكل أصبحت فادحة. سمعنا هذا على لسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لن أسكت، سمعنا هذا على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي أيضا استنكر كثيرا، وزير الداخلية إلى آخره، هذا يعني موقف مشترك، لن أسكت، وزير العدل يقول بأنه أيضا هذا سيستأنف العمل. بصراحة شديدة شو بإيدها 14 أذار أن تعمل غير الحديث وغير الحكي والاستنكار، حتى الاستنكار إجا على تويتر.
شو بس حتى حسب شو الاستنكار على تويتر اجى يعني. ايه بس حسب شو القياس، اذا عم تاخذي قياس على لن اسكت ايه؟ معناتها يعني لا انا حاتصرف لتغيير القرار. هو هو حسب القياس، اذا القياس هو على قلب موازين القوى اليوم، اذا كان القياس على ما يمكن ان يفعله حزب الله، حزب الله بينزل يحتكم الى السلاح والى الشارع، بيعمل بيقوس بيشيل بيحط بيفوت على مناطق. فيما يتعلق ب 14 اذار واضح انه خياراتها هي خيارات سياسيه سلميه تنتهج الخط المسار القانوني، وسوف تظل تضغط في الاتجاه القانوني والسياسي. يعني تمت بالرغم من كل شيء، ما تمت، صار في مظاهره تحت بيته لبشير سماحه، ما حدا رمى حجره على مدخل بيته. في خيار هذا هو اللي لن أسكت يعني اولا سوف استمر في الحمله، سوف استمر في محاصره المحكمه العسكريه التي اتخذت هذا القرار، وسوف انتهج الخط القانوني عبر محاوله احاله هذه القضيه على المجلس العدلي واعاده فتح قضيه سماحه من اولها. لأنه سماحة خارج الحبس شغلي ما أنا معقولي. الآن بتقولي لي شو رح يعملوا؟ برجع بطرح عليك نفس السؤال، عم تسرحي نفس السؤال. أنا عم جيب يعملوا فريق 14 بإيدهم كتير، بإيدهم كتير ليه ما عملوا من 2005 لهلا؟ بالسياسة ما بإيدك، بالقانون ما بإيدك، حضرتك قلي ما هو شو بإيدكم؟ لا ما بتعملي، هيدا اللي بينعمل. 14 أذار هيدا مسارها هو السياسي، مسارها القانون، ومسارها المؤسسات، ومسارها كل السلمية في تحركاتها. إذا بتقولي شو بإيده يعمل وإنت عم تفكري بالانكونسيان تبعك إنه بينزلوا على الشارع بيكسروا بيشيلوا بيعملوا، لا مش رح يعملوا، لا مش هذا اللي قصدي، ما رح تشوفيها هيدي، رح تشوفي قطع طرقات أكيد، بس شو بتقطع الطريق ربع ساعة نص ساعة بس للقول بأنه في هناك حالة احتجاجية. إذن حالة احتجاجية غير قادرة على أن ترتقي حتى هذه الساعة على تغيير أي شيء في المشهد السياسي اللبناني، وليس فقط في قضية ميشيل سماحة ولكن في كل القضايا تقريبا على كل التي انت بتعرفي انه واجهتها 14 أذار منذ فترة حتى اليوم. هيدي أنت إذا بدك تحكي بفشل بمواطن فشل 14 أذار فيك تحكي كتير، وأنا بحكي معك كمان، ما أنا ما عم بقول أنه 14 أذار لم تفشل ولا تفشل ولا يمكن أن تفشل بالكثير من القضايا. بهذه القضية أولا هناك باب هو باب الإحالة على المجلس العدلي، المجلس العدلي اللي أخذ على عهده كل القضايا أو الجرائم الإرهابية اللي سبقت، يعني كل في حوالي 20 أو 25 قضية، هذه أقله، هذه قد تكون الوحيدة اللي عناصرها كلها مكتملة التي يمكن أن تذهب إلى المجلس العدلي، والمجلس العدلي يرجع يفتح هذه القضية. لأنه أولا هو القرار النهائي للمحكمة التمييز ما صدر إخلاء سبيل طبعاً واستمرار طبعاً ومواصلة التحقيق ومواصلة المحاكمات. أي يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه يعني. أنت عم بتقولي لأنه إذا بهيك جريمة وعم يحاك عم يستدعى، إذا أنت المراقب المستقل وعندك هالإحساس كيف عظيم. بدك الغير مستقل أو المصطف اللي فايت باصطفاف ما يشعر. لا يعني على العموم أنا بهذه القضية أنا لا بس أنت عمول إذا أنت المستقل المراقب المستقل وعندك هذا الشعور، فكيف اللي عنده اصطفاف سياسي كيف بده يكون شعوره مضاعف ومضاعف؟ طرحت هالسؤال لأستطرد، يعني اليوم جمهوركم بيكفي نظرة يعني سريعة جدا على السوشيال ميديا وعلى المزاج الشعبي لنقول بصراحة بأن جمهوركم اعترف بهزيمتكم. اليوم نسمع أنا أقرأ على السوشيال ميديا يعني كلمات لا تحصى وجمل لا تحصى عن أنه خلص انتهت 14 أنه ليش وصلنا لهون، أنه ليش وصلنا، معك حق ليش وصلنا لهون، ولكن سؤالي هو اليوم 14 أذار وكل يعني اليوم الأفرقاء بلبنان بعدهم مصرين على التعامل مع المشهد السياسي اللبناني كالتالي، أنه في عندك فريقي نزاع، وعندما تقول أنه في فريقين بشكل غير مباشر عم بتقول أنه في ندية بالموضوع، في عندك فريقين عم يتصارعوا مين بده يربح، هذا بخليكم يعني بشكل غير مباشر تكونوا على نوع من يعني المساواة مع الفريق الآخر. بالنسبة للكثيرين هذا أصبح يعني غير عادل أصلاً لإلكم، لماذا لا تعترف 14 أذار أنه انتهينا
خسرنا، انهزمنا بهذا الصراع، لأنه هذا الواقع، انهزمنا بهذا الصراع، هم أقوى منا عن حق أو دون حق، هم أقوى منا. ومتى وضعت الآخر في خانة المنتصر والحاكم صار أهين عليك بكتير أنك تحاسبه من أنك أنت تحاسبه من موقع الند، لأنه من موقع الند حتقول له أنت عملت هيك، حيجي يقول لك إيه ما أنت كمان عملت هيك، ما أنت كمان ما بعرف شو مين طلعت والعميل الإسرائيلي. بينما إذا كان هو الحاكم سؤالك واضح، أنت صرت معارضة. سؤالك واضح والجواب عليه جدا بسيط. أولا صحيح أنه هناك إخفاقات لـ 14 أذار، لكن 14 أذار لم تفشل، و 14 أذار بالرغم من اللي ممكن يعني من خلال عرضك الواحد يشعر أنه وكأنه هناك نهاية لـ 14 أذار، هناك مشكلة داخل 14 أذار واضحة لأليك، واضحة لألي أنا من الداخل، إلى تتعلق بكيف بالعلاقات الداخلية داخل 14 أذار حول مفاصل معينة بالعمل السياسي واللي منا رح نرجع نحكي فيها. لكن 14 أذار لا تزال تقاوم هذه الحالة الغير اعتيادية اللي هي حالة عم يتم مقاومتها سلميا وبالسياسي، وهي حالة تحتكم إلى أطر أخرى غير سياسية وغير قانونية. هيدا اعطيني ملمح واحد من هيدي المقاومة، ملمح أو أداة سياسية طيب قانونية إذا 14 شعبية أزار. أنا رح أقول لك شغلي، إذا 14 أذار انهزمت ليش انعمل حكومة ائتلاف وطني أو حكومة الأضداد كما سميت؟ كان بيقدر، لأنه في توازن طائفي بالبلد لهذا السبب البسيط جدا. طيب التوازن الطائفي عكس حاله بشو؟ يعني اليوم لما بتقولي منتخبين الحريري وبالتالي بدك تجيب الحريري، 8 أذار شو هي؟ 8 أذار هي يعني عفوا أنا اللي عم جرب لك هي من هزمت المؤسسة الطائفية في لبنان، وبالتالي لم تنهزم موازين القوى الطائفية في لبنان، ولكن 14 أذار كحالة سياسية وكمشروع سياسي بس واضح. أنا عم بسأل سؤال، 8 أذار شو هي؟ الجسم الأساسي تبعها حزب الله. حزب الله جسم طائفي ولا مش طائفي؟ طائفي. أوكي، الجسم اللي حده واللي هو لا يستهان به مسيحي اللي هو التيار الوطني الحر، هيدي 8 أذار. الباقي كله الباقي كله شو اسمه اكسسوارات حواليهم، مع احترامي لكل الأحزاب التاريخية. أسقطت المردة عمدا أو تسلمين؟ لا، أو المردة حطيتها بمركز وسطي؟ لا لا لا, لا. المردة أساسيين والبديكيين، لكن بده واحد يعرف الأحجام. أوكي، الأحجام واضح شو هي الأحجام. أوكي. فيما يتعلق ب 14 أذار عندك الجسم السني طبعا، وعندك الجسم المسيحي المؤلف من ثلاثي، هن المجموعة واللي هن القوات الكتائب والأحرار، هول هن. وعندك الجسم الدرزي عند وليد جملاط اللي قعد بالنص، ظهر حاله وقعد بالنص. مزبوط، بس ما حتى بهذا التوصيف انتو اضعف منهم. هن لهلا هذا التلاحم فعلا بده تحيه بين الفريق المسيحي والشيعي. وحدث ولا حرج عن المشاكل بينكم وبين الفريق السني والفريق المسيحي إنه في 14 اذار هي حالي. 14 اذار ليست اصطفافا يقوده فريق واحد، وانما في عده افرقاء جوا بيختلفوا ببعضهم، ويا ما صار في خلافات بين حتى شيلي قصة موضوع الموضوع الاستحقاق الرئاسي والخلاف حوله واللي ممكن يكبر بعدين، ما بعرف إذا رح يكبر قديش، بس هيدا قبل صار في كتير مشاكل، صار في مشكلة حول القانون الانتخاب، صار في حول موضوع المشاركة في الحكومة أو عدم المشاركة في الحكومة، ليس فقط بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اختلفت القوات اللبنانية مع حزب الكتائب اللي قرر ينضم يعني. وعندي أمثال كتيرة. العلاقة داخل 14 أذار تختلف عن الاصطفاف الموجود ب 8 أذار. ب 8 أذار هناك في قطار، القاطرة الأساسية هي حزب الله، تقطر الجميع وخلفها، وهي حالة إقليمية وليست حالة محلية مثلنا. الباقيين 14 أذار هي قوى محلية، بس قد يخالفك الكثير من الرأي. قد يخالفني، أنا ما قلت يعني لهلا قيل خلاف ذلك والله أعلم. تعرفيها هذه اللي واضح لهلا أنه هن عارفين يوقفوا عند خاطر شركائهم
بينما من يضرب بعرض الحائط خاطر شركائه هو هو بس انا ما شفت انه وقفوا يعني على خاطر سليمان فرنجيه. ما شفنا العكس. بلا شفنا العكس طبعا. ما شفنا العكس. عندما يقول سليمان فرنجيه انا انسق كل هذه التحركات. سليمان فرنجيه قال لضرورات التحالف، لكن انت بتعرفي وانا بعرف انه منع انتخابه سليمان فرنجيه. سليمان فرنجيه لو فتح المجلس صرف النظر اذا انا مع او ضد، لانه انا قد لا اكون مع. اوكي. لكن فيما يتعلق بسليمان فرنجيه لو فتح المجلس كان انتخب. نعم. ليه منعوا؟ لا بس لك شيء، لانه التزم يعني. بالعكس هذا اللي عم تقوله هو لصالح فريق 14 يعني فريق 8 اذار. من الاول الفريق المسيحي الاقوى باي فار بكثير هو التيار الوطني الحر، ومنذ اللحظه الاولى عنده التزام من قبل حزب الله انه انا بنتخبك وسأمضي معك. لم ينكس بهذا ووقف على خاطر هذا الوعد. وبالتالي لو مشي مع سليمان فرنجيه بالعكس هون كانت انتكست صورة يعني الحليف الوفي وليس العكس أبدا. لكن في تفسير آخر، ما كان في وعد لسليمان فرنجيه. في تفسير آخر أنه في قرار بعده، القرار قائم بإبقاء رئاسة الجمهورية بحالة الشغول. حافتح كل هيدا الملف واستغلال حالة العونية الرافضة إلا الانتخاب ميشيل عون، الرافضة لفتح المجلس النيابي إلا بانتخاب ميشيل عون. سأفتح هذا الملف، ولكن خلينا بالنقطة الأولى اللي عم نناقشها واللي هي اليوم وضع 14 أذار. عم قلك إنه ليه عم تحكيني كصحافي بالنهار ولا كعضو ب 14 أذار؟ بعطيك حرية اختيار الصفة اللي بتريحك بهذا النقاش. لا أنا مثل ما بتريدي. بعطيك الصفة اللي بتريحك بهذا اللي النقاش. على العموم، وطبعا يعني أدى وقدود بالصفتين. على العموم، إذا ب 14 أذار اليوم بكل، ما بدي أقول فشلها مشان ما بين قاسي، ولكن بإخفاقاتها في الكثير من عثراتها في كثير من الاستحقاقات السياسية، ليه معظم مصرة أنه نحن ليه ما بتتعامل مع أنه نعم خلص أوكي هذا هو الواقع لنشكل الجبهة الرافضة وليس الجبهة النادية؟ أولا ما في هزيمة. ثانيا الفريق الآخر حاول أن يستبعد 14 أذار، فيك تسميها اصطفاف طائفي أو اصطفاف غير طائفي، بس بالنتيجة 14 أذار هي مشكلة من سنة، من مسيحيين، الجمهور الدرزي، جمهور ولي جملاط اللي كان داخل، ولي جملاط كان داخل الحكومة لكن كان بلش عم بيساهم بإسقاط الحكومة من الداخل وبتعطيل كل مفاعيل الحكومة ذات اللون الواحد. الجمهور الدرزي هو جمهور 14 أذار بالعمق. بعمقه. ما انه موضوع طائفي، لا، موضوع سياسي. طيب بالمشروع السياسي اللي هو مشروع سياسي. بس وين المشكلة؟ طيب اخذتوا البلد 3 سنين، يعني يا قوة 8 أذار كان معكم الحكومة 3 سنين، ما قدرتوا تحكموا البلد، ما قدرتوا تثبتوا حالة استقرار، اضطريتوا بالآخر لما بتكون تعملوا تسوية بالبلد رجعتوا على 14 أذار وقلتوا تفضلوا يا 14 أذار خلينا نعمل تسوية نحن وياكم. قد يكون هناك طرف قوي، وأنا معك 100%، طرف أقوى بالسلاح وأقوى بفولاذيته وبفولاذية تماسكه الداخلي والحزبي وإيديولوجيته والكل هذا، هيدا أنا معك فيه، بس هذا لا يعني أنه هذا الفريق حقق نصرا وسحق الآخرين. قد يكون ببعض المراحل هو الأقوى، لكنه أقوى بأمور وهو أضعف بأمور أخرى، وهو غير قادر على مسك البلد، الإمساك بالبلد، إلا مضطر أنه يروح على تسوية مع الفريق الآخر، واضطر وعمل تسوية مع الفريق الآخر. مبتورة بعد القرار بعودة الرئيس سعد الحريري غير صادر. ما بعرف إذا 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 هيدا الشيء، يعني يوم اللي بيتخذ قرار سعد الحريري بالعودة أنا بعتقد أنه لن يتوقف ولن يقف لحظة أمام أي تصريح أو أي موقف يعني يهدده بهذا. أنا بعتقد أنه في خطر عليه أمني، وأنا بقول لك أنا من الناس اللي بتعرفي أنا صداقتي معه الشخصية، وهذا أنا من الناس اللي دائما بقول له بدك ترجع شو ما كان السبب وشو ما كانت الأخطار، أنت بدك توقف، بدك تكون حد ناسك، منا مستغنين عن حياتك، لأنك بالنتيجة ضربة بتصيبنا عبر سعد الحريري هي ضربة كتير يعني بتفجر البلد، لكن
هذا الرجل مكانه في لبنان وبين ناسه. أوكي، هذه وجهة نظري أنا الشخصية. في محيطين، في آخرين بيقولوا له الهم الأمني هو أهم، نحن ما فينا نضمن أمنك، موضوع آخر. بس هل بتعتقدي أنه هيدا من علامات النجاح أنه فريق من الأفريقاء يقول لقيادي بحجم سعد الحريري ممنوع ترجع على لبنان؟ أنه هيدا نجاح؟ هذا بتسميه نجاح بالمقياس الديمقراطي؟ لا، بمقياس الحكم قد يبدو للبعض. نعم، مش حكم، يعني الأمور نسبية. هذه كتير وجهة نظر. طيب، سعد الحريري ممنوع يرجع على لبنان، لكن سعد الحريري عنده 5 أو 6 وزراء داخل مجلس وزراء مضطرين نتشارك نحن وياه، وهذا المشروع وزير الداخلية. معطل الحكومة، يعني معطل الحكومة، يعني مش انه قاعدين نحن كل يوم عم ناخذ قرارات مصرية بهالحكومة. انا بأيدك تماما، وكلامك صحيح وكلامك جواهر بما يتعلق بالحكومة. هذه الحكومة انا بشبهها دائما لمجلس بلدي ممتاز، يعني ماكسيموم مثل بلدي بيروت على شوي اقل او شيء اكثر. لكن بنقطة واحدة، هذه الحكومة وعمليا هذا مهمتها، هي تنفيذ مفاعيل التفاهمات التي أدت إلى إقرار تهدئة، ليس التسوية لكن التهدئة. نحن عايشين بعدنا بتهدئة عمرها 2 هلأ، رح يصير عمرها 2. هذه تفاهمات داخلية إقليمية وعندها غطاء دولي، متفاهمين عليه الكل. وإلا ما كنت شفتي هذه التشكيل الحكومية، وعمليا وزارتين لهم علاقة بالأمن ولهم علاقة بالاستقرار موجودين بطيار المستقبل، اللي هي الداخلية والعدلية. ما كان بيسلمهم حزب الله. أكثر من ذلك، في تفاهم أنه هذا البلد بدنا نحافظ عليه. حزب الله قد يكون بكتير محلات متقدم، لكن بمكان ما بيعرف أنه حدوده ما بيقدر يحتل البلد، ما بيقدر يحقق انتصار نصر ساحق عسكري على كل الناس، وما بيقدر يسيطر على البلد ياخذ البلد كله بجيبته. بيقدر يكون عنده اختراقات بكل مكان، هذا صحيح وموجودة، لكن مضطر يعمل تسوية مع خصومه ب 14 أذار. ما بيقدر، ما عنده حل تاني. يعني أنتوا اليوم نقطة قوتكم اللي معولين عليها هو أنه منه قادر أنه ما يكون بده ينتخب رئيس. يعني هيدي هي نقطة قوتكم اليوم الوحيدة اللي معولين عليها. يعني بمعنى آخر، اليوم أنا إذا بدي أخذ الميزان العسكري، واضح أكيد. واضح بشكل ساحق لحزب الله. الميزان الأمني واضح لحزب الله، لأنه مؤسسة عسكرية أمنية، بينما الآخرين السيطرة السياسية واضحة. السيطرة السياسية نظرا للعاملين السابقين واضحة بأنه هي لحزب الله. اسمح لي بس شوي، بالمقابل تيار المستقبل كان عنده نقطة قوة أساسية مركزية، شو هي؟ هي الاقتصاد، ويعني وضعه الاقتصادي والمالي، وما اللي قادر أنه يعمله بوش للبلد. هذا في هذه المرحلة الراهنة مفقود لدى تيار المستقبل، ما يجعل بأنه يعني كافي إذا بدك توازن سلاح مقابل الثقل الاقتصادي والمالي لتيار المستقبل. بطل موجود هذا العامل عن تيار المستقبل. ليش حزب الله ما عنده ثقل مالي واقتصادي؟ طب عظيم، يعني نو يعني فغم دي دلوقع ومولا، يعني انه صار اللي عندكم يسر هو عنده لإله. لا 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 لا، اللي بدي كأنه مش بهالسهولة موضوع الغلبة الأمنية العسكرية اللي الناس بين مزدوجين بحطها كمان، هاي مش بسهولة. لأنه هيدي ما تنسي أنه أنت قاعدة ببلد مشكل طائفيا، مشكل مذهبيا، قوى الأمنية والأجهزة الأمنية فيه مشكلة وهي بتعكس صورة البلد، زائد عندك 1.5 مليون لاجئ سوري موجودين بالبلد، وعندك بظهرهم 400,000 فلسطيني موجودين بالبلد. يعني أي انفجار أمني جدي لحزب الله، محاولة للسيطرة على البلد بالأمن وبالعسكر والانقضاض على 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 الآخرين، بيحول لبنان إلى سوريا أخرى. وهذه خطرة. لذلك أخصامك ممكن يستغلوا هذا الحديث والقول بأنه عم تلعب على ورقة اللجوء الفلسطيني، السلاح الفلسطيني واللجوء السوري. بعد ممكن يحكي. لا أبدا، لأنه أولا بكل بساطة عم تهدد بهذه البؤدي. لا أثر حزب الله راح على سوريا، وحزب الله جاب النيران السورية، جاب جزء منها إلى لبنان، وفات بالدم السوري، وحط دم هونيك، حطت له مئات الشباب عنده. يعني هو جزء من لعبة الدم بسوريا.
لذلك هو بحاجة لاستقرار وبحاجة لتسويات هون، ما بيقدر يعمل إلا هيك. بما أنه بحاجة إلى تسويات وإلى استقرار، بعد الفاصل بنفوت إلى موضوع مبادرة التسوية اللي أطلقها الرئيس سعد الحريري. لماذا تفرملت؟ إذا عم بتقول أنه حزب الله بحاجة لتسوية، ليش وقف بوجه هذه التسوية؟ القوة الاقتصادية، شو المقصود منها؟ القوة الاقتصادية بالشأن العام ولا القوة الاقتصادية بالشأن الخاص؟ عم تقولي انه انتو كان عندكم اقتصاد ومال، لا يعني ضمانه اقتصاديه، لا يعني بيت الحريري هن ضمانه اقتصاديه للبنان كانوا. هذا الشق في هذه اللحظه انا وانت بنعرف هيدا السر، انه منه هلا كثير مؤمن. بس ما بحياته كان سعد الحريري هو ضمانه شخصيه اقتصاديه للبلد، كان اسم سعد الحريري هو يترجم ب 8.5% نمو اقتصادي بالبلد. اليوم اللي اسقطت الحكومة قبل 4 سنين وجوده، هذا بالضبط معنا وعودة سعد الحريري يعني. وجوده هذا الاسم بيجيب نمو اقتصادي. شو ما قلنا، منحبه ما منحبه، منكرهه، عنده نواقص هوني، عنده زوايد هوني، لكن اسم الحريري بيجيب لك بين 5 اليوم وبكره باي، بيجيب لك ثقة اقتصادية للبلد، وبيجيب لك دغري بيطور لك النمو. والدليل على ذلك انه بعز الخبيط والخناقات، وبتتذكر يعني شهود الزور، وبدنا ننزل وبدنا نقتلكم وبدنا نعمل، فل سعد الحريري كان نتائج الاقتصادية هي 8.5% نمو اقتصادي. اليوم بحكومة الرئيس مئاتي نزلت للواحد، اليوم صرنا على الصفر. بس في شغلة عم تغفلها، انه اليوم رئيس الحكومة هو محسوب على بس منه سعد الحريري. مع محبتي وتقديري ممكن نقاش هذه النقطة، لانه عندما كان الرئيس فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة كان النمو إذا مني غلطانة 9 مش حتى 8.5%، بدي دقق بالرقم، بس بين 8.5 و9%. وبالتالي الوكيل عن سعد الحريري في فترة من الفترات أيضا كان يستطيع أن يحقق هذا النمو، شيء لا نراه اليوم. هل هذا مرتبط بالأزمة الاقتصادية اللي هو عم بيعاني منها سعد الحريري؟ وبالتالي يطرح سؤال، هل هو بحد ذاته اليوم وجوده وعودته كفيلة بأن تأمن البوش الاقتصادي للبلد؟ ليكي، أولا سعد الحريري مش هو اللي كان شخصيا قاعد عم بتشتي من بين إيديه عم بيكب مصاري بالبلد، وجوده كان عم يجيب مصاري على البلد. طبعا هو ممتازة مع طبعا الطاقم هو قوة اقتصادية، طبعا هو قوة اقتصادية، لكن هو قوة اقتصادية شخصية، منه قوة اقتصادية هو بمول البلد. لكن وجوده بمول البلد، وجوده على رأس حكومة لسعد الحريري بيخلي الاستثمار الخارجي يفتح، بيخلي العرب يرجعوا، بيعطي ثقة بالبلد، بيعطي ثقة لرجال الأعمال اللبنانيين، بيروق البلد اقتصاديا، بيخلي انت شو مشكلتك بالبلد؟ هي ثقة. اليوم شو اللي دابح البلد؟ لشو كلنا مؤسساتنا، وانا عم بحكي هلا ك يعني جزء من مؤسسة اقتصادية اللي هي جريدة النهار، وانت هون عم تشتغلي بمؤسسة كمان اقتصادية فيها موظفي، كل المؤسسات عندها متاعب لانه نهار السوق اللبناني، نهار السوق اللبناني بكل محل. لا هذا صح، ما في ما بعتقد اثنين فيهم. وبالتالي الموضوع منه موضوع شخصي. سعد الحريري عنده مشاكل تتعلق بمؤسساته هون، موضوع رواتب، تاخر دفع رواتب، وهذا اوكي بتصير، بس مش هي يعني مش هي اللي هي اللي بتجيب النمو على البلد. اللي بيجيبوا النمو على البلد هو تسويه يكون سعد الحريري موجود فيها كرئيس حكومة. امبارح كان في إشاعة بأنه تم بيع حصة كتير كبيرة من سعودة وجهة، هل هذا صحيح؟ ما بعرف بصراحة ما بعرف. بعد الفاصل أنتقل إلى موضوع التسوية وإلى المؤتمر الصحفي المنتظر اليوم للدكتور سامي. ليه عم تبتسم كل ما أجيب سيرته لهالمؤتمر الصحفي؟ لأنه متشوقين نعرف شو بده يصير. طيب هلأ بنناقش بشو حيصير بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا. أنت
دخلتيها. عودة إلى نهاركم سعيد، وإلى الصحافي علي حميد برحب فيك عن جديد. مبادرة الرئيس سعد الحريري تجاه النائب سليمان فرنجي، قبل ما فوت بالمبادرة سؤال لابد من طرحه اليوم ب 14 أذار في عنا مرشحين مستترين بعد ما تم الإعلان عنهم رسميا، الرئيس سعد الحريري بيرشح سليمان فرنجي وزمير جعجع بيرشح ميشيل عون. بما أنه عم نحكي عن ميشيل سماحة، من المفيد أنه نعرف آراء هالمرشحين لـ 14 أذار عن ملف ميشيل سماحة مثلا. لهلا ما سمعنا مفارقة لطيفة. لهلا ما سمعنا شو رأيهم، وبعتقد ما بظن رح نسمع رأيهم بالوقت الحاضر. بس ما عندي هلا هذا الشعور. الترشيح ليكي، ترشيح سليمان فرنجي يعني بعده عم ينشغل عليه. هلا عم نحكي عم بحكي كصحافي كمعلومات. ايه عم ينشغل عليه، وطبعا مثل ما بتعرفي انه انضرب فرملي له، لكن عم ينشغل عليه. فيما يتعلق بترشيح العماد عون، الدكتور سمير جعجع أبلغ وما عاد يعني ما عاد سر، بلغ أنه هو سائر بجدية ويفكر بجدية بهذا الأمر، وقد يعلن أبلغ شيء. مين أبلغ؟ أبلغ قوى 14 أذار بالاجتماع القيادي اللي حصل التنين الماضي يعني. لغت حول جعجع دوين، حول مقال جعجع دوين. لا مزبوط هالشيء يعني. قال لا يعني أبلغ أنه نحن نفكر جديا بذلك، لكن سوف نتشاور ونبلغكم وكذا وهذا، لكن واضح أنه كان التبليغ أنه رح نحن ماشيين بهذا الإطار. هناك وجهتين نظر داخل 14 أذار. وجهة نظر تقول أوكي هذا مرشح وهذا مرشح، لكننا سوف نحاول قدر الإمكان وإلى أبعد حدود أن نحافظ على الجوانب التي تؤمن وحدة 14 أذار غير هذا الاستحقاق. يعني نختلف على المرشح لكن منضل مع بعضنا. يعني إذا بديك التوافق على كارت والخلاف على كارت، من نقل اللي بدنا إياه منحطه على جنب نختلف عليه، وهذا في الإطار حتى ما تفجري 14 أذار. في نقطة أخرى بتقول أنه إذا كانت من إيجابية في موضوع الدكتور جعجع مثلا أنه أن يرشح العماد عون، وأدى ذلك إلى فتح أبواب المجلس ونزول جميع إلى مجلس النيابي، ليش لا؟ شو المشكلة؟ منشوف إذا اللي بينزل على المجلس. السؤال هل سيفتح باب المجلس ولا لا؟ أنا هذا السؤال اللي بطرحه، والسؤال اللي هو الأكثر إلحاحا في اللحظة الحالية. هل هذا المجلس سوف تفتح أبوابه أم لا؟ بموضوع هل سيقبل العماد عون بعد ما إذا أتى هذا التأييد من فريق سياسي قوي كبير مثل القوات اللبنانية، هل سيقبل أن يحتكم إلى أصوات النواب ولا لا؟ أنا ما لاحظت هالشيء، لأنه مبارح دعوة رئيس التيار الجديد الأستاذ باسيل شو بيقول؟ بيقول أنه بدنا انتخابات نيابية، فينا نعمل انتخابات نيابية. حفصل بهذا الموضوع باستفاضة. ولكن السؤال هو لماذا فرملت مبادرة الرئيس سعد الحريري تجاه النائب سليمان فرنجية؟ بكانون الأول نحن كجسم صحفي عشنا جو ضخ معلومات متفائلة جدا استثنائية من قبل فريق تيار المستقبل تحديدا. يعني كل الفريق الصحفي تقريبا اللبناني كان عم يتوصل له معلومات من قبل تيار المستقبل بأنه الانتخاب هو قيد ساعات، إذا يعني إذا مش أيام ساعات. في مرة يعني كان نهار أحد، إجينا علم أنه التلاتة بيكون الرئيس الحريري ببيروت، الخميس الانتخاب تتذكري، يعني انعطى موعد. أوكي. هذا من الفريق من الحلقة المقربة من الرئيس سعد الحريري، ولا نقول بأنه هو كانوا عم بيضللوا، لا أن يبدو أنه فعلا كانوا بهذا الجو بأنه الموضوع سائر. بعرف أنه تفسيركم يقول أنه في فرملة إيرانية، هيدا تفسير، ولكن أنا اللي فيني يكون أكيد منه في معلومات واضحة وصريحة ومعلنة بأنه الفريق المسيحي في 8 أذار و14 أذار غير قابل بهذا.
ب 14 اذار كثير واضحه صار من جعجع مع حفظ الالقاب يقول من ما مش ماشي بهذا الموضوع مزبوط وما ما خبيها ابدا. كيف يمكن لكم ان تمضوا بهكذا مبادره دون استشارته دون الموافقه مين كيف لكم مين نحن عفوا طيب كيف لتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري ان يمضي لانه بتعرفي لهلك يعني تكون واضح بما انه عم نحكي هون انا عواطفي تميل الى الدكتور سمير جعجع صراحه ما بخبيها وبحكيها بكل مكان انا من 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 اول لحظه حتى لو ما في امل بانتخابه رئيس انه لازم نضل على ترشيحه لو ما في امل لو الفريق الاخر مسكر المجد الى ان هو نلاقي طريقه تانية مع بعضنا anyway هيدا عم بعطيك هذا رايي الشخصي. اذا فيني استنتج من اللي عم بتقوله انه برايك انا رايي شخصي اخطا الرئيس الحريري وفريقه بطريقه طرحه للمبادره. لا مش يعني اخطا انا ما... بقول انه في ناس رايها غير شيء نحن ايه برايك انا برايك مش هيدي الطريقه صحفيين اللي... في قيادات ب 14 اذار في ناس متعاطفين بيعتبروا انه لازم نكمل بسمير جعجع وحتى لو البلوكاج موجود من الجانب الآخر خلي الجانب الآخر هو يفتح باتجاه مرشح وسطي anyway اللي حصل حصل. يعني أنا عم بسأله برأيك ما هو حق دكتور سمير جعجع هون يقول أنه أنا ما فيني ما يعني فعلا ما استشاروني ما اعتبروا أنه أنا مكون أساسي وشريك أساسي قد يكون محقا في العتب وبالتالي لن أمضي. أنا برأيي وأنا مثل ما قلت لك وين عواطفي عنده برأيي أنه قد يكون محقا وهو محق بأن يعتب لكنه أنا بتقديري أنه ما فينا نعالج إذا اعتبرنا أنه في خطأ ما فينا نعالج الخطأ بخطأ آخر. يعني أنا ما بقدر من السلمة الفرنجية لروح عند الجنرال عون ك 14 أذار بظهر من السلمة الفرنجية لأقول أنا مكمل أو مش مكمل أو هذا مرشحنا مرشح آخر ثالث أو أرفض تماما. عم تقول أنه إذا ما أقدم اليوم في السادسة والنصف في مؤتمره الصحفي على ترشيح العماد ميشيل عون كما تقول الإشاعات والكواليس إذا ما قام بهذا فهو مخطئ. بس أنا مش عاملها دراما يعني ما بعتبرها أنه حالة درامية وما بعتبر أنه بتفجر 14 أزار بعتبر أنه تضعف 14 أزار كله بيضعف 14 الوضع 14 أزار مفكك لكن 14 أزار قادرة أن تعود تلم شمع. خليني أطرح لك وجهة نظر افتراضية افتراضية قد تكون في حسابات الدكتور سمير جعجع. واحد أنه أنا هلا بتكون عم بيحضرنا عم بيتسلى بالافتراضات لا افتي يعني ممكن يكون هذا التفسير أيه. واحد انه انا برش اول يعني بين انه انا غير متمسك بالشخص منه مساله شخصيه عندي اذا بتنازل عن ترشيح. اثنين انا حريص جدا على الخط المسيحي والصف المسيحي اذا ارشح الاقوى مسيحيا هون بكسب مسيحيا. اثنين بضلني على ترشيحي للرئيس سعد الحريري واذا هون ايضا بكسب سنيا لاني ما تخليت عن المرشح السني الاقوى هو قال ذلك نعم. وثلاثه واللي هو الموضوع الاهم انا يمكن فيني اضرب عصفورين بحجر باني انا لما رشح الشخصين ارتباطا بموضوع فتح المجلس النيابي المبادره حتكون غير مقبوله لدى حزب الله لانه نعم حزب الله مع ترشيح العماد ميشيل عون بس ممكن يقلوا للعماد ميشيل عون مين قالك انه انا فينا امشي بهيك مبادرة انا ما قلت انه بدي عودة الرئيس سعد الحريري وبالتالي بيكون لعب يعني حدا لعب سولد مبكل. لا وانت بتعرفي اكتر من ذلك هيدا اولا احتمال او هذه سيناريو قائم الحسابات المسيحية عند الدكتور جعجع انا بتقديري موجودة مهم كتير تتعلق أولا بمحاولة خلق ثنائية مسيحية واضحة عم بيشتغل على بيقول لك أنه خلينا نعمل ثنائية أنا والجنرال عون. ثانيا وهذا مباح إذا بيقدر يعمل ثنائية جرب يعمل ثنائية شو المشكلة يعني أنه منا مش أنا دوري أقول له إذا صح ولا غلط. فيما يتعلق بالموضوع الآخر هو أنه إيصال الجنرال عون من والإسهام الكبير إذا قدر يوصله من القوات اللبنانية للجنرال عون معناتها أنه القوات اللبنانية شريكة في الحكم وشريكة عون في بعبدة
ماذا يعني ذلك؟ شو هو حدود الشراكة؟ أين ما هو الاتفاق الضمني فيما بينهما؟ شو العدة؟ إنه طيب سمير جعجع قلت من فترة بيعمل حساباته على البارد. بيمشي صحيح إنه بيمشي بعون ليوقف قصة فرنجية ويرد عليها، لكن ما بيمشي عليها لأنه زعلان وعاخد على خاطره وعم يكسر حواليه. بده يعمل اتفاق مع عون. شو هو الاتفاق إذا بده يرشحه؟ أنت واصل على بعبدة، شو شروط الاتفاق؟ كيف هي الحصة المسيحية داخل مجلس الوزراء؟ كيف هي، هل هناك تحالف انتخابي ولا ما في تحالف انتخابي؟ ما هو موضوع الوظائف؟ يحكى بأنه عينه على وزارة الداخلية دكتور سمير. لا، وموضوع الوظائف أنا شو موقع القوات وكلمتها بالوظيفة العامة وبالحصة المسيحية اللي مفروض تكون 50-50 بالوظائف العامة كلها، بالتطويع بالجيش، بالتطويع بالأمن الداخلي. انت عندك قصه كبيره، هذه اتفاق سياسي لتبلشي لتروحي على تأييد، على تأييد الجنرال عون. هل حزب الله اذا طلع على مضمون هذا الاتفاق بيقبله، بيحمله، بيتقبله؟ ما بعرف، هذا سؤال يعني لا انت ولا انا معنا معلوماته. فيما يتعلق بالحسابات المسيحيه، نعم جعجع مسيحي بالنتيجة، قيادي مسيحي أساسي، طبيعي أن تكون حساباته بمكان ما، حساباته الأساسية لم يتشمل المسيحي. وموضوع بتعرفي مثل ما بيقول بيحبه إخواننا المسيحية دايما رناني كلمة الشراكة، إنه الشراكة والشراكة والشراكة، هاي إلى رني بالوضع المسيحي. أنا مش عم تعمل ترويج يعني لهالطرح. لا مش ترويج، أنا عم بقول لك إنه هذا السيناريو موجود، منه سيناريو مستحيل. لكن معلومات بس معلومات يعني معنا إيه معنا معلومات لا معنا معلومات باللي عم نفترضه إنه ممكن هذا يكون، هذا الطرح ممكن إنه بالعكس إنه يسكر الباب، يعني هو هذا السين الخلاف بينه وبين حزب الله، إنه مين قال لك إنه أنا بدي، أنا بعد ما طلع القرار بإنه يرجع الرئيس سعد الحريري، هذه المبادرة ارتبطت باسم أيضا سعد، يعني سعد الحريري، ولا يبدو إنه ما بعرف، ولكن يبدو إنه لن يتخلى عنه. وهذا جانب الدكتور سمير تماما اللي عم تقوليه صحيح، قد يصح، وهذا جانب من ما من الاتفاق السياسي بين عون وجعجع. يعني من قال ان حزب الله يقبل بالاتفاق؟ لانه هن في اعلان نوايا، هلا رايحين على اعلى من اعلان النوايا. مين قال انه حزب الله بيرضى بما هو اعلى من اعلان النوايا ويتعلق برئاسه الجمهوريه ويتعلق بامور تمس الطرف الاخر؟ فيك تعمل إعلان نوايا بالمواضيع المسيحية الداخلية، بس لما ببلش توسعي شوي، شو هو بنود الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟ هذا اللي بده ينشاف حزب الله وين موقفه منه. أنت أشرتي إلى أحد البنود التي قد تكون مطروحة، وهي اشتراط عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة وتأييده لعودته إلى رئاسة الحكومة. قد يكون هذا بند من البنود حزب الله منه موافق عليه، بيعطل الموضوع، ومثل ما تفضلتي وقلتي بيقول لعون انه مين قال لك هالقد بدي اروح بعيد؟ صحيح، لكن في بنود اخرى. اوكي، بانتظار المؤتمر الصحفي للدكتور سمير شعجع، احنا ما فينا نتكهن اكثر من هيك، لا لأنه ما بيجوز يعني أيضا منا. نعم، ويبدو يعني مش اكيد اصلا شو ما الذي يعني يتناوله في هذا المؤتمر الصحفي، هو بس دعا له في السادسة، هني اشاعوا جو انه في شيء مهم. ايه؟ هلا شو ما بعرف. على العموم بالمقابل، المبادرة الثانية اللي هي الخاصة بالرئيس سعد الحريري، التقوا في باريس للمرة الثانية مع نعم. التقوا نعم. ما صدر أي شيء، ما عرفنا أي شيء عن هذا اللقاء، ما عرفنا تشاوري بالنسبة إلى التأكيد على بقاء الترشيح، لا غير المعلن. المبادرة هذه اسمها الرسمي المبادرة، مبادرة الرئاسية، مبادرة إنهاء الشغور الرئاسي عبر انتخاب النائب سليمان فرنجي رئيسا، هذه اسمها الرسمي لهذه المبادرة. هذه مبادرة لم يصبح بعد إعلان رسمي، لكنه هذه المبادرة قائمة وعم نشغل عليها. ما بكذب، ما بدي كذب عليكي وقولك إنه منا قائمة أو نوضعي بتلاجي، لا مش صحيح نوضعي بتلاجي. بعدين أنت بعدين هناك يعني بلشنا نسمع انه قريبا هناك زياره للنائب فرنجي لروما. طبعا مش سعد الحريري رح ياخده على روما،
اللي بياخدوا على روما هو البطرك. هو عفوا اللي بياخدوا على روما هو البطرك. نعم صحيح. طيب هذا شغله وهو بده يشتغل شغله. مشيت مشيت، قطع قطع، ما قطع بده يرجعوا يفتشوا على حل آخر عزيزي. اللي هو المرشح الثالث اللي بعده مخبى. طيب ولما انه مبين، بس لما نكون صرنا نحن بدائرة نقاش تدور حول سليمان فرنجية أو ميشيل عون، هذا يعني أنه سقف الرئاسة ارتفع وأصبح 8 أزار أو لا أحد. نعم. ما هيك؟ نعم. لا ما بظن. ليه لا؟ ما بظن، لأنك بعدك بالرباعي. طلعي فتحتي، رح أقول لك شغلي، تسكر على أمين جميل وتسكر على 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 سمير جعجع، أوكي، وكان مسكر على الجنرال عون لأسباب أخرى، ومش كله، مش مثل ما بيقولوا العالم إنه الموضوع سعودي، الموضوع كمان يتعلق بإداء الجنرال عون اللي عليه كتير علامات استفهام وعليه كتير اعتراضات من أفرقاء أساسيين بالبلد، طريقة تعاطي بالمسألة الطائفية والمذهبية بالبلد، موضوع السنة والتحريض الدائم على السنة، التحريض الدائم على الدروز كمان باستمرار، فيك تاخدي عدوا كتير، وبعدين التصادم الدائم مع الإعلام، مع الناس، مع القوى السياسية، اليوم راضي عليك، اليوم بتكوني أنت ملكي، بكرة في مشكلة بينك وبينه بتصفي أنت الفساد وأنت بدك حبس وأنت لازم كذا وكذا، يعني مش أنت عم نحكي بشكل عام. اللي بدي لك بهذا ليس صحيحا انه توقفت عندها، في احتمال بعد ثالث ان نذهب اذا استحالت انتخاب فرنجي واستحال انتخاب عون الى مرشح توافقي بالاخر، الى مرشح توافقي. طب بس يعني بالمنطق عماد ميشيل عون اللي رفض انه يتنازل عن ترشيحه الشرعي لحليف رح يتنازل لغير حليف؟ تعطي الوقت الوقت. أنا ماني شايف انتخابات قريبا. والكل ناطرين بعضهم. منك شايف انتخابات؟ لا أكيد لا. شو يعني قريبا 2016 كلها يعني؟ ما لا ما مبين، مش مبين، متروكي متروكي. الأفريقاء يعني الأفريقاء الجو الفرقاء السياسيين أقطاب السياسيين إنه ما في انتخاب هلأ. بس عم جرب أفهم هلأ يعني تقريبا عم نحكي 2016 ما في انتخابات؟ عم نحكي بهالأشهر اللي جاي ما في شيء. كادت أن تمر قصة فرنجية وقفت. أوكي أنا طرحت الموضوع ما معناته أنه وضعت جانبا، لكن وقفت. أنا طرحت الموضوع المسيحي، تفسيركم هو مش داخلي لبناني، تفسيركم هو نعم. إيراني. ليه إيران اليوم بدها توقف انتخاب النائب سليمان فرنجية؟ ورقة موجودة ما في عجلة. شو المشكلة بلبنان؟ المشكلة بلبنان شو؟ المشكلة بلبنان أنه كان في دائما خوف بلبنان انه يكون هناك ساحه قلاقل وساحه عدم استقرار تؤثر على القاعده الخلفيه لحزب الله. اليوم هذه القاعده الخلفيه نوعا ما تخضع لمفاعيل التهدئه الداخليه اللبنانيه. ما في عجله، هاي ورقه موجوده بالبازار الاقليمي الكبير. ليش بده يعطوها؟ بعدين مين عم بيضغط حقيقه لانتخاب رئاسي بالأفريقاء؟ حتى الأفريقاء المسيحيين مين عم بيشتغل جديا؟ ما عندك شعور أنه في شغل جدي. يعني شيلي مبادرة سعد الحريري، أنت بتتذكري أنه آخر سنة ما حدا كان عم يجيب سيرة الرئاسة؟ نعم نعم. حتى البطرك بالآخر ما عاد يحكي فيها. بس ضلعت المبادرة هيدي قلع الحكي، وصلنا كلنا بدنا نعمل رقصة، وصلنا كلنا بدنا نركض على السحار الرئاسي، ورجعنا على قلعة المكنة. عمليا الأفرقاء المسيحيين عندهم مشكلة وهذه مأخذ عليهم أنه خلال سنة ما حدا منهم تحرك. بس بآخر 2015 ظهر تحليل إذا بدك إقليمي تسوي آخر صح. معاكس للي عم تتفضل فيه، واللي هو أنه اليوم الملفات كلها متفجرة متفجرة في المنطقة، وإيران والسعودية يمكن بحاجة إلى أرض بيسووا فيها خلافاتهم المتفجرة في مناطق أخرى، وبالتالي هن بحاجة لبوليس التأمين أو الأشياء. هناك تفسير آخر. هناك تفسير أننا في نهاية 2015
ربطا بكلامك 2015 دخلنا كان في مشاريع تسويات على ملفين أساسيين بالمنطقة اللي هو الملف السوري وأعطيت وكان في تواريخ أعطيت والملف اليمني اللي هو ملف جوهري بالمنطقة. هذه حرب كبيرة اللي حاصلة باليمن وأنه ربطا بهذا بهذين الملفين وضعت أعيد وضع لبنان في الثلاجة لرؤية ما يمكن التوصل إليه هنا وهناك وأنه هذا واحد من الملفات اللي بندفع منها بتقرش بندفع فيها الفراطات الفراطة التفاهمات على الموضوع اليمني وعلى الموضوع السوري. ما هو المطروح بالموضوع اليمني؟ إذا بتتذكري تماما بالقرار الأممي الموضوع اليمني حساس جدا نظرا لأنه مطلوب من الحوثيين بالقرار 2216 أظن إذا ماني غلطان بيصححوا لي تسليم السلاح للشرعية وهذه مسألة حساسة لأنه هذه حالة الحوثية حالة يعني تحظى بدعم إيراني تم تسليحها مؤخرا بآخر كم سنة بإيران الاستيلاء على السلطة في العام الذي سبق كان استيلاء منهجيا وله روافده الإقليمية عبر الدعم الإيراني وتم إيقاف ذلك بحرب وحرب متفجرة لا تزال إلى الآن. والقرار الأممي ماذا قال؟ قال على الحوثيين بأحد بنوده تسليم سلاح إلى الشرعية المتمثلة بحكومة الرئيس رئيس اليمن. إذن لأختم هذا المحور ما في اتجاه تسوي إقليمي في المنطقة برأيك؟ ما في انتخاب في الأشهر القادمة؟ الموضوع السوري طويل أنت شايفه الموضوع السوري طويل. الموضوع السوري كان وضع على سكة وعلى سكة الحلول وعاد وخرج عن سكة الحلول في نهاية العام. لكن إيران المحتفلة الآن برفع العقوبات عنا وبأنه اليوم سوقها هو ذرة الشرق يعني الاقتصادية المفروض تكون بالنسبة للقوى الغربية. يوم تاريخي في إيران. هذا صحيح. سوق 77 مليون نسمة. سوق متعطش لكل شيء. والاقتصاد الغربي داخل إلى إيران ولكن عندما يدخل الاقتصاد والبحبوحة الاقتصادية هذا ينعكس سياسيا. هذا بينعكس على المجتمع ينعكس على السياسي ينعكس على دينامية الاجتماعية الداخلية وانت بتعرفيها. انت عندك سوق 77 مليون اخر سنة اخر مرة سنة 80 تسكر الغرب من 1980 يعني ايران تحتاج كل شيء من الغرب وسوف يدخل الغرب سوف والغرب يدخل بحاجة لسوقها الغرب 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 فلوس ايران تحتاج الى الاقتصاد الغربي يفوت فيها. لكن هل ستسمح للغرب أن يخترقها اقتصاديا كما يتم الإيحاء بذلك؟ ما بعرف. هل تستطيع إيران يقول الرئيس حسن روحاني بس شو يقول بأنه ستخرق اقتصاد العالم عبر إعلان الحاجة إلى استثمار. لا هو عم بيقول هو بده يخرق اقتصاد العالم. إيران ستخرق طيب فات الاستثمار الخارجي مئات مليارات الدولارات اللي بدها تفوت لأنه هو منه بس استثمار أنه جبنا بضاعة وبعناها في استثمار خارجي بده يفوت في استثمار له علاقة بالنفط واللي هو مئات المليارات الدولارات لتطوير منشآت النفطية لأن المنشآت النفطية متخلفة. إيران قادرة على الإنتاج عندما يتم تطوير المنشآت النفطية والاستخراج النفطي إذا توصل لأربعة أو خمسة وصولا بعد 12 سنة إلى 10 مليون برميل بالنهار. اليوم إيران تنتج أقل من مليون برميل بالنهار. إيران قزم بهالمعنى طبعا. قزم بالإنتاج لأنه كل بنيته منهارة. هيدي بدأ استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات بداية. عندك الاقتصاد الإيراني الداخلي والسوق الاستهلاكية تأخرنا وعندي البريك كمان خليني أخذ بريك ومن بعدها بنستطرد بحديثنا وشاهدنا أبقوا معنا.
عودة إلى نهاركم سعيد. خليني أختم هذا المحور مشان ننتقل بالآخر إلى الموضوع الأمني في لبنان. يعني اليوم هذا الوضع الإقليمي والاقتصادي الإيراني يفيد بأنه هذه الإيران اللي هي لحديت هذه اللحظة تبدو أكثر ارتياحا، ما حقلك منتصرة، ولكن أكثر ارتياحا في المنطقة في خياراتها. حتى اللحظة رهانها السوري لم يسقط، حتى اللحظة بعد ماشي برهاناتها اليوم يعني انزيد على الثقل العسكري والميداني ثقل اقتصادي اللي هو تحدي يعني منه بسيط وتحدي معقد. ولكن في عندك باب انفتح شأنها أن أبينا هذا لا ينذر لكم أن نحن مقبلون على سنوات جديدة وممددة لانتصار أو لارتياح إيران وحزب الله في المنطقة. ممكن ارتياح، لكن انتصار ما في انتصار، في مواجهة مستمرة بالمنطقة، ومواجهة مستمرة في اليمن مستمرة. بس لهلأ موازين القوى واضحة، هي كيف؟ لا ما واضحة وين بسوريا، وين هو الانتصار الساحق لإيران، وين؟ برجع إلى هذه النقطة، ولكن لازم انتقل إلى زميلي رنيم مقزام المتواجدة مع اعتصام ومسيرة الدفاع المدني اللي حتتجه إلى المصنع. نهارك سعيد رنيم. يوسف رحنا نهارك سعيد ما إليك ولا ضيفي. تفضلي رنيم. نعم ديما، يعني الشباب عم بيجهزوا حالهم، بعض منهم كانوا منذ بعض الوقت عم بيودعوا عيالهم تمهيداً للخطوة اللي أعلنوا عنها من يومين تقريباً، وهي الالتحاق بفرق الإغاثة بسوريا. يوسف، يعني أول شيء بدنا نعرف منك، أنتوا بعدكم مكفين بهيدا القرار، وكم عدد الشباب اللي رح يطلعوا معكم؟ صباح الوطن، صباح المواطن، صباح الإنسانية. ما في شيء بتاخده الدفاع المدني من قرارات وبتراجع عنها. مثل ما سبق قلت، نحن لما نقول رايحين نصارع النار لنربح، مش لحتى نتراجع. اثنين، أنا بس بدي أقول لك، فرجيك مشهد، إذا الصبايا هول طالعين نحن كيف بدنا نتراجع؟ ثلاثة، هالزلمة كان موظف بالدفاع المدني، صاروا 3 سنين طالع، فبتفاجأ فيه اليوم جايب بنته وعطيها شنطة وقال بتفلي مع الشباب، اللي بيصير عليك بيصير عليهم، أكثر من هيك كلام. وبالنسبة لنا نحن من المحافظات الخمسة ومن كل الزواريب وكل المناطق، ألف تحية للشعب اللبناني. قدي عدد الشباب اللي طالعين وأي ساعة رح تنطل؟ عمري 1-5، بعد البوستات عم توصل. هلأ جاي بوستة من الجنوب فيها 23 شاب، جاي بواسط من الشمال، من البقاع، من الجبل ومن بيروت. نحن كنا مقررين نكون 30 شخص، أتفاجأ بالعدد، أنا والإخوة القيمين على هالموضوع والخدام بهالموضوع، أنه تخطينا 150 شخص. فنحن كمان سيسبق التحرك اجتماعي، لكن الانطلاق 1-5، لا لشيء، لا تحدي، لا استفزاز، بس لأنه نحن قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلنا الله وقلنا توكلنا عليك يا رب. الإنسانية ما لها حدود، هنيك أرض وهون أرض، هنيك في شعب عم يصرخ وهون في شعب عم يصرخ. ما حدا جرب يحكي معكم من المسؤولين بهاليومين اللي قطعوا؟ مشكورين كتار اللي حكيوا معنا وتمنوا علينا، كان جوابي لقلهم، إذا اليوم نحن لح نقول تكرم عيونكم فما بقى تسلموا علينا، ما منكون رجال، بالعكس أنا محلكم بشد عيدين الشباب بقولهم كملوا، نفتخر إنه في رجال قالوا وفعلوا. سيد الخطوة نهار اللي أعلنتوا عنها مش كل الشباب كانوا موافقين عليها، يعني كان في انتقادات بصفوف الشباب لهالخطوة. اللي بدي أسألك، ببيتك إذا بدك تطبخي الكل راضي وبس تصير الطبخة الكل بدي يقعد يأكل؟ وكمان البعض يعني يمكن يقعد يحسب عليكم انه ايه وطالعين ومع مين بدكم تلتحقوا، اصلا في ناس عم تعتبرها مسرحيه نوعا ما. ممتاز، المسرحيه بكره بشوفوا المسرحيه، قال مثل ما بقولوا الشمس طالعه والناس قاشعه، هيدي اهون على شباب الدفاع المدني من اي عمليه اطفاء مستودع تحت الارض. اثنين، عم تقولي لي وين رايحين تقعدوا في عده جبهات، هيدا حكي سياسي، اما رجال الانسانيه بيعرفوا هيدا انسان لونه اسمر ابيض اشقر عيونه زرق، نحن بنعرف الله خلقنا من ادم وحواء، كل الناس بالنسبه لنا بشر بنتعامل معهم كبشر، محل ما في نزيف رح يتم ايقافه، محل ما في حريق رح نطفي، ومحل ما يتطلب تضحيه رح نضحي. حضرتك طالع معهم، اذا ممكن بدايه نتعرف على حضرتك. اكيد طالع معهم، لأنه واجبنا نطلع معهم، كأنه كنت بالدفاع المدني أو تركت الدفاع المدني، بس نتمنى حكومتنا، عرفتي كيف، يرحموا ما بالأرض بيرحمون الله، أو أنه يعطوا الناس حقوقها يا أختي، عرفتي شو هو، نحن وين بيقولوا لنا في مساعدة للبشر بدنا نركض، هيدي مهمتنا نحن. أنا كني بالدفاع المدني والله تركت الدفاع المدني، بعدني بالدفاع المدني
وقت اللي بيطلبوا مني اي خدمه بركض بيدي وبجري. يعني مقدم بنته كمان اللي... عرفت شو نحكي مع الصبايا كمان، يعني صبايا يمكن بعرف انه انتم المهمات اللي كنتوا عم تقوموا فيها منا سهله، ولكن اليوم كمان منه موضوع سهل اللي رح تقوموا فيه. ليش اخذتوا قرار انه تشاركوا مع الشباب؟ لانه بالنهايه يعني مثل ما بده يصير عليهم بده يصير علينا، بالنهايه نحن معهم للموت، يعني شو ما صار عليهم صار علينا. شو قالوا لكم عيالكم الصبح انتوا عم تودعون؟ ما قالوا لنا شيء، ودعونا. وبرجع بقول لك يعني رايحين اللي الله كاتبه بده يصير بالنهايه. ما جربوا يمنعوكم انه تطلعوا؟ لا بالعكس، هن شجعونا وروحهم منا اغلى من روحنا صراحه، يعني مثل ما بيصير عليهم بيصير علينا. اذا ديما يعني هيدي هي الاجواء من ساحة الشهداء من امام خيمه لفتت نظر، ونشير الى انه نحن راح نكون عم نوفيكم بكل المستجدات اول باول. ديما نعم. اذا شكرا لك الزميله رنيم بوخزام على هذه المواكبه. كنا عم نختم الموضوع الايراني. كانت عم بتقول انه مش بالضروره هذا سيعني مزيد من السنوات اللي يعني مزيد من السنوات الارتياح الإيرانية. المواجهة قائمة، المواجهة لم لا تستطيع إيران ولم تستطع حتى الآن أن تحسمها في أي مكان. استطاعت أن تتقدم في أمكنة مثلا بالعراق، استفادت من سنوات المالكي، الآن هي يعني في عندها مشكلة داخل العراق. في سوريا لم تحسم الصراع في سوريا، وهو صراع مفتوح، وهي غير قادرة، أنا بتقديري غير قادرة حتى بالدعم الروسي على تحقيق تحول دراماتيكي على الساحة السورية. الساحة مفتوحة لصراع قائم والله يساعد، ولكن حتى هذه اللحظة يعني أنتوا خليني أقول الفريق المناوي حزب الله دخل إلى سوريا. شو رجع بعده موجود فوق، حاطت 1500 ضحية فوق. بس هل هيك بتنحسب الأمور؟ الأمور بتنحسب سياسيا وعسكريا بالهدف هو الإبقاء على بشار الأسد وبعده على بشار الأسد مش هو المهم. الأساس وعلى النظام الموالي لإيران ما في، بس هيدا الشيء هيدا تارجت يعني 100% نعم. نجاح لا مش 100% نجاح، هيدا تارجت استطاعوا أن يحافظ أن يمنعوا بشار الأسد من السقوط، لكن البلد مشتعل بوجهن. ما بيقدر بشار الأسد يحكم سوريا، لا يستطيع أن يؤمن استقرار لسوريا، لأنه سوريا في انتفاضة عارمة وحرب مسلحة طويلة عريضة ضده، وبتضل الحرب ماشي، وبالآخر بيربح اللي بيربح من نتيجة. ما بيقدروا يحسموا ضد شعب يعني وضد هذا المد الكبير. أيضا موضوع فيما يتعلق بالموضوع اليمني، إيران مظبوط وصلت وأخذت صنعاء وكانت على أبواب السعودية، اليوم الأمور تغيرت، هناك حرب قائمة وهناك شيئا فشيئا، أخذت وقت وصل لسنة الحرب قائمة ومستمرة إلى أن يتم إخراج الإيرانيين وضرب في اليمن. مش صحيح انه الايرانيين حققين انتصارات كبيره. موضوع اللي عم تشيري له ومثل ما تفضلتي اللي هو رفع العقوبات، نعم هذا يوم تاريخي، وبتقديري هذا بيطرح كمان اشكاليه داخل ايران كيف ستتعامل مع الانفتاح عليها. ان شاء الله تنفتح على كل العالم، بالعكس يعني مثل اللي مصر الانفتاح يروض النظام السلبي في عالم كله إيجابية. يعني أنا ما عم شوف سلبية، أنا عم شوف بالعكس، عم شوف إيجابية بالموضوع الإقليمي. يعني اليوم إيران قدرت أن تحقق معادلة يمكن ذهبية بالنسبة لها، كانت مشكلتها مع الغرب ومع الاقتصاد، وصلت لاتفاق أنه الغرب بيشيل العقوبات عنا، ما بيعمل مشاكل معه، بنفس الوقت فتح لها كليا الساحة أنه بدها تتصارح مع كل حلفائه بالمنطقة بلا ما يقول ولا شيء. يعني قبل كان التليفون الغربي يجي للسعودية، اليوم صار التليفون الغربي بالأزمة يجي لإيران وللسعودية. مكسب ما بقى فعلا، أجد صعوبة أن لقي مكسب أكبر من هيك. لا المكسب واضح بالنسبة لي سياسة فيما يتعلق بسياسة الرئيس باراك أوباما. لا باراك أوباما، لأنه هو اللي قلب الموازين، هذا خلاف أساسي بينه وبين حلفائه العرب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه المواجهة مستمرة، وفي حروب بالوكالة موجودة باليمن بسوريا وبالعراق، لأنه العراق في موضوع داعش وخطر داعش اللي الكل متفاهمين على
محاولة يعني إبعاده عن العاصمة بغداد، لكن المعركة مع إيران مستمرة. لكن الرهان ناس يعني إذا بدي أحكي بشيء من الانفتاح، الرهان على انفتاح إيران، قد تكون هذه مناسبة لإيران أن تدخل بغير طريقة إلى المنطقة، مش بطريقة الفيلق القدس أو الحرس الثوري، إنما عن طريق الاقتصاد وعن طريق يعني التعاون مع جيرانها. ما بتقدر إيران تحتل العالم العربي، ما ممكن فيها تخلق قلائل، وهذا حاصل بشرق السعودية، بالبحرين، باليمن، بمحل ما بدك، وصولا إلى غزة، فيها تعمل كتير بس ما فيها تسيطر. معركة قائمة على هذه المعركة للأسف. القائمة والمفتوحة للأسف، لأنه هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، يعني مفروض يكونوا أقرب ناس لبعضهم، العرب والإيرانيين والأتراك، يعني هذا عالم للأسف. على الأزمة إذن المفتوحة إقليميا، وعلى الوضع أيضا المفتوح لبنانيا دون تسوية قريبة بحسب رأيك، لا بدي أختم هذه الحلقة. شكرا على وجودك معنا. شكرا لك علي حميدي، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، ونهاركم سعيد.